تسمية الولد بعبد النبي حرام. واحد يقول هل يجوز تسمية عبد النبي وعبد الرسول؟ يجوز تسمية عبد النبي وعبد الرسول وليس فيها شرك كما قال يعني يقولون، لأن العبودية هنا مش معناها يعني يقصد بها العبودية المعروفة اللي هي غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع فيه الألوهية، لأنه هي على تقدير مضاف عبد رب النبي وعبد رب الرسول معروف. فهنا العبودية ليست مقصودة، العبودية لما يقول فلان أنت عبد النبي ليس معناها ذلك، إنما معناها عبد رب النبي. أمة ميديا تي في.